مرحبا بكم أعزائي التلاميذ. هذا الفيديو موجه إلى تلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم تجريبية وكذلك علوم رياضية في إطار الفيديوهات المخصصة للدرس ديال لا كونتينيتي دو فونكسيون نيميريك. في الفيديو السابق كنا درنا واحد ليكزيرسيس على لا كونتينيتي اون بوان ولا كونتينيتي سور ان انترفال, وفي هذا الفيديو غادي نديرو واحد ليكزيرسيس على ليماج دان انترفال بار اون فونكسيون كونتيني او لا فونكسيون ريسيبروك. دونك لينونسي ديال ليكزيرسيس ديالنا هو هذا. دونك عندنا ليكزيرسيس كيقول لنا سوا اف اون فونكسيون ديفيني بار اف دو اكس ايغال ا اكس بلس 2 راسين ديال اكس موان 3. لا بروميير كيسيون فيريفي كو لو دومين دي ديفينيسيون دو 2 دي اف اي 2 دي اف ايغال 3 plus l'infini, calculer la limite du f du x, montrer que f est continu sur du df, montrer que f est strictement croissante sur du df, montrer que f admet une fonction réciproque f moins indéfini sur l'intervalle j à déterminer, ou vérifier que l'NAO, quel que soit x, appartient à 3 plus l'infini, f du x, et à la racine de l'x moins 3 plus 1 au carré plus 2. Ou après, on a déterminé l'expression de f moins 1 de x pour te dire que ça appartient à j. Ou bien pour tout x de g. Donc l'énoncé ديال 80 هو هذا. يمكن ليك توقف لا فيديو هنايا وتكتب هذا الانونسي ديال التمرين وتحطو حداك لانه غادي تحتاجه مره. وقبل ما تدوز تشوف الحل غادي تحاول معاه, لانه الا حاولتي مع التمرين قبل ما تشوف لا سوليسيون ديالو كيكون احسن. دونك كتعرف شنو هي الحاجه اللي ما فهمتيهاش مزيان, ومن بعد كتستافد من هذيك لا كوريكسيون. دونك غادي ندوزو نجاوبو على السؤال الاول اللي هو فيريفي كو لو دومين دو ديفينيسيون دو اف I de f égale à 3 plus l'infini. Donc la question est dit. Donc on a f de x égale à x plus 2 racine de x moins 3. Donc on a bien chauffé le domaine de définition, le d de f. Donc je nous connais ce d de f. Voilà, il y a égal les éléments, les randoms, les marges d'élan. Il y a une limite définie. دونك بالنسبه لنا حنا كنعرفوا بلي انه داكشي اللي تيكون تحت الغاسين باش يكون ديفيني, يعني باش يكون معرف او لا باش تكون عنده معنى, خاصو يكون بعدا بوزيتيف. دونك بالنسبه لنا هنا عندنا واحد في ليكسبريسيون ديال اف ديال اف عندنا واحد الغاسين, هنا عندنا الغاسين ديال اكس موان 3. دونك باش هادشي اللي تحت الغاسين يكون عنده معنى, او لا هاد الغاسين بهادشي اللي تحت منه يكون عنده معنى, خاص هادشي اللي كاين تحت المنغاسين خاص يكون سوبر ou égal à 0. Donc, ça c'est x moins 3 qu'on supérieur ou égal à 0. Donc, donc x appartient à d2f équivalent à x moins 3 supérieur ou égal à 0. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous دونك فقط غادي نديرو هنا واحد شويه ديال الكالكول. دونك ايكيفالون باش نحيدو هاد موان 3 ولا باش نعزلو اكس, يعني غنحلو هاد المتراجعه ولا هاد لينيكواسيون. دونك غادي نزيدو 3 3 باش تمشي لنا هاد موان 3. دونك غادي تعطينا هنايا اكس سوبيريور ايغال ا 3. دونك عندنا هاد لينيغاليتي اللي هي اكس سوبيريور ايغال ا 3. دونك اكس باش يكون في دي دو اف خاص يكون اكس سوبيريور ايغال ا 3. دونك هاد لينيغاليتي غادي نرجعوها انترفال. دونك باش يبان لياش من انترفال هذا ممكن نرسم داك لا دوات غادي, يعني مستقيم مدرج. دونك هنا في السونتر ديالو كاين زيرو, على اليسار كاين موال لانفيني, على اليمين كاينه بلوس لانفيني, وهنايا خاصني يعني نغوبريزونتي هاد 3, يعني نشأ 3 3 دونك سوبيريور ا 0. دونك غادي تكون على اليمين ديالو, دونك هي هادي 3. دونك لي زيكس ديالي اللي هما ابارتيان دي دو اف خاصهم يكونوا كبر او يساوي 3, بمعنى الا كانوا كبر او يساوي 3 دونك غادي يكونوا على اليمين ديال 3. دونك غادي يكون هنايا على اليمين ديال 3, بويسكو عندنا هنايا سوبيريور ايغال. دونك 3 تا هي كاينه, دونك 3 تا هي كاينه في هذاك الدومين دي ديفينيسيون. واش من انترفال هذا؟ صافي هذا هو الانترفال, يعني 3 حتى بلوس لانفيني. دونك ايكيفالون ا اكس ابارتيان الانترفال 3 بلوس لانفيني. دونك بويسكو هاد اكس ابارتيان ا دي دو اف ايكيفالون ا اكس ابارتيان ا 3 بلوس لانفيني, دونك هاد دي دو اف هو هاد 3 بلوس لانفيني, اي باغ سويت دي دو اف ايكال ا 3 بلوس لانفيني. وحنا جاوبنا على السؤال الاول. Donc, on va la deuxième question. Benesbel, la deuxième question, il y a calculé la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on a f de x, il y a dit. L'expression de f de x, il y a x plus 2 racine de x moins 3.
دونك بينا نحسبو ليميت ديال اف دو اكس لوغس اكس تنفير بلوس انفيني. دونك ليميت ديال اكس ليميت دو اف دو اكس لوغس اكس تنفير بلوس انفيني ايغال ليميت ديال اكس بلوس دو راسين ديال اكس موان 3 لوغس اكس تنفير بلوس انفيني. دونك اول حاجة كنديروها هي كنحاولوا نعوضوا باش نشوفوا واش عندنا شي فورم انديتيرميني باش نسامبليفيو هذاك ليزيكسبرسيون او لا الا ما عندناش راه غادي نحسبوها بطريقه عاديه. دونك هنايا الا كان اكس تونفير بلس انفيني دونك هاد اكس تا هو غيكون تونفير بلس انفيني, و الا كان اكس تونفير بلس انفيني يعني هاد اكس تونفير بلس انفيني الا حيدنا منه 3 يعني ما غادي يكون غادي البلس انفيني, و الا درنا ليه الغاسين غيبقى تونفير بلس انفيني, و الا ضربناه في جوج غيبقى تونفير بلس انفيني. دونك هنايا عندي بلس انفيني بلس بلس انفيني ماشي فورم انديتيرميني. دونك هادي ممكن نحسبها يعني مباشره بلا ما نستعمل فيها حتى شي سامبليفيكاسيون ديال لي زيكسبرسيون. دونك بالنسبه لنا غادي نبداو بالليميت ديال هاد الشيء اللي تحت الغاسين. دونك اون ليميت ديال اكس موان 3 هادي سيت اون فونكسيون بولينوم ولا سيت اون بولينوم. دونك هي الليميت ديال اكس تناخذوا هذاك اللي عنده اكبر اس. دونك هي الليميت ديال اكس وهادي سيت اون ليميت يوزويل اللي كنعرفوها هي بلس انفيني. دونك ملي غادي نديروا ليها الغاسين يعني غادي تبقى لي بلس انفيني. دونك ليميت ديال الغاسين ديال اكس موان 3 ايغال ا بلس انفيني لان ليميت ديال هادي ايغال ا بلس انفيني. دونك ليميت ديال الغاسين ديالها غادي تبقى نيت هي بلس انفيني. هادي بروبريتي كاينه في الكور. دونك ومن بعد ملي غادي نضربوها في 2 عاوتاني سيتادير ليميت ديال 2 غاسين ديال اكس موان 3 ملي هادي غادي نضربوها في 2 غادي تبقى نيت هي بلس انفيني. دونك عندنا هنايا ليميت ديال غاسين ديال اكس موان 3 هي بلس انفيني. دونك هذه غادي تكون حتى هي بلس انفيني لانه هذه فقط ضربناها في جوج. دونك بلس انفيني واحد الفونكسيون تونفير بلس انفيني ولا ليميت ديال واحد الفونكسيون ايغال ا بلس انفيني. دونك الا ضربناها في 2 غادي تبقى نيت ايغال ا بلس انفيني. يقولنا ليميت ديال اكس هذه ديجا تنعرفوها ايغال ا بلس انفيني لوغس اكس تونفير بلس انفيني. صافي احنا درنا ليميت ديال هذيك اف دو اكس لان اف دو اكس هي فقط دونك ليميت ديال اكس بلس 2 راسين ديال اكس موان 3 ايغال ا بلس انفيني. علاش؟ لانه ليميت ديال هادي راه قلنا هي بلس انفيني والليميت ديال هاد اكس راه حسبناه هنا عطاتنا بلس انفيني. دونك ليميت ديال هادي لان دونك ليميت ديال هاد اكس بلس 2 راسين اكس موان 3 هي الليميت ديال هادي زائد الليميت ديال هادي يعني بلس انفيني زائد بلس انفيني دونك ايغال ا بلس انفيني. دونك بار سويت ليميت ديال اف دو اكس لانه هذه هي اف دو اكس ايغال ا بلس انفيني وحنا جاوبنا على السؤال الثاني. دونك غادي ندوزو للثوازيام كيسيون. قالوا لنا هنا مونتري كو اف في كونتوني سور دي دو اف. قلنا اف دو اكس هي اكس بلس 2 راسين اكس موان 3 بالنسبه لدي دو اف راه كنعرفو هو 3 بلس انفيني. دونك اي دو اف هو 3 بلس انفيني. غادي نديرو لا كونتينيتي ديال اف سور 3 بلس الانفيني. دونك في الفيديو السابق كنا شفنا كيفاش كنديرو لا كونتينيتي سور واحد الانترفال. دونك قلنا لا فونكسيون غادي ناخدو هاد لا فونكسيون اللي هي اكس مون 3. دونك شنو كنديرو؟ كنحاول نكتب هاد لا فونكسيون اف على شكل لي زوبيراسيون على لي فونكسيون اخرين اللي كنعرف فين كيكونوا كونتيني. دونك مثلا غادي ناخد هاد لا فونكسيون اللي هي x-3. Donc on a de la fonction liée à x-3. Hadi est une fonction polynôme. Donc t'en arrive fin qu'elle qu'on continue. Donc on a la fonction x-3 et continue sur R. ولكن بالنسبة لي أنا اللي كيهمني هو تكون continue sur 3 plus infini. Et en particulier il continue sur 3 plus infini. Donc il est continue sur 3 plus infini. Donc il est quand continue sur 3 plus infini ou positif. Donc la racine d'LH radicon continue sur 3 plus infini. C'est la propriété qu'il y a dans le cours. Donc on a quel que soit x appartient à 3 plus infini. Je vois avec x moins 3 radicon supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que x supérieur ou égal à 3. Donc il y a 3 maintenant ou 3 maintenant. Radicon x moins 3 supérieur ou égal à 0. Donc, on a la fonction liée à x moins 3. Il est continu sur 3 plus infini. On a x moins 3, la fonction x moins 3 est toujours positive, quel que soit x appartient à 3 plus infini. Donc, on a de la continuité de x moins 3 à 3 plus infini. On a x moins 3 supérieur ou égal à 0. On a la fonction liée à la racine de x moins 3 est continue sur 3 plus l'infini.
فقط عاوتاني غنضربها في جوج سي تادير لا فونكسيون اكس اللي كتعطينا 2 راسين ديال اكس موان 3 اي كونتينيو سور 3 بلس انفيني علاش لانه اصلا لا راسين ديال اكس موان 3 اي كونتينيو سور 3 بلس انفيني دونك هنا بالنسبه لنا عندنا واحد لا فونكسيون كونتينيو على واحد الانترفال اللي هي هذه دونك الا ضربتيها في اي عدد غادي تبقى كونتينيو سور هذاك الانترفال هذيك لا فونكسيون الجديده اللي عندك دابا بالنسبه لي مثلا هنا عندي الراسين ديال اكس موان 3 اللي كونتينيو سور 3 بلس انفيني دونك هذه ضربتها فقط في جوج هاد الراسين ديال اكس موان 3 ضربتها في جوج دونك غادي تبقى نيت كونتينيو سور 3 بلس الانفيني وعندنا لا فونكسيون اكس كتعطينا اكس دونك علاش درت اكس كتعطينا اكس لان كاينه عندي هنايا كاينه عندي هنايا في ليكسبريسيون ديال اف فيه واحد لا فونكسيون اللي هي يعني مكونه من واحد لا فونكسيون اللي هي اكس كتعطينا اكس وهذه تي كونتينيو سور 3 بلس انفيني علاش لي كونتينيو سور 3 بلس انفيني لان سي اون فونكسيون بور لي نوم دونك لي كونتينيو سور ار اون بارتيكولي لي كونتينيو سور هاد لانترفال 3 بلس انفيني دونك واش هي لا فونكسيون ديال اللي هي اف دو اكس هي لا سوم ديال هاد جوج Donc, elle est carré une fonction polynôme. Donc, la fonction x plus 2 racine de x moins 3, il continue sur 3 plus infini. Elle est x plus 2 racine x moins 3. Et il y a la somme de ديال x اللي كتعطينا 2 راسين ديال x موان 3 اللي هي كونتينيو سور 3 بلس انفيني و لا سوم ديال هاد الاخرى اللي هي x دونك حتى هي كونتينيو سور 3 بلس انفيني وملي كيكون عندي جوج ديال لي فونكسيون هما هادو sont continues sur le même intervalle les wada 3 plus infini donc la somme d'ialhom les yadi il est continue sur 3 plus l'infini ou had x plus 2 racine d'ialx moins 3 il y a f de x donc et par suite la fonction f est continue sur d de f là il y a f ou بالنسبة لهاد 3 plus infini راهو d de f donc احنا جاوبنا على La troisième question, donc deux ou la quatrième question, Katgulina montre que f est strictement croissante sur 2 de f. Donc on a bada f de x, il y a x plus 2 racine de x moins 3. On a radin haoulon de krobashna, il y a définition de l strictement croissante. On a moumkin stem la définition. Donc f est strictement croissante sur i. Il me dit que le f est strictement croissante sur i. Fach qu'on a juste les éléments de i. Yani, quel que soit x appartient à i, quel que soit y appartient à i, tel que, حيت واحد خصو يكون يعني صغر من الاخر ولا واحد كبر من الاخر يعني هنا قدينا مثلا جوج ديال لي زيليمون من اللي هي اكس و واي بحيث لا تيل كو اكس يكون انفيريور ستريكتومون واي دونك الا دخلنا عليهم هذيك لا فونكسيون اف خاصني تبقى عندي لا ميم اوردر ديال هاد لينيغاليتي يعني خاص امبليك بلي انه اف دو اكس strictement inférieur à f de y. Donc il a été dit que la fonction f est strictement croissante sur. Donc on va voir ce qui est dit que la fonction f ou d de f est 3 plus infini. Donc on va dire le soir, on va juste les éléments x, y, deux éléments de 3 plus infini. On va dire que on va dire tel que x est inférieur à y. Ou bien, on va voir si f de x est net inférieur strictement à f de y. Il a dit que f de x est inférieur strictement à f de y. Donc, on va dire que la fonction de f est strictement croissante sur t de f, les w, les w 3 plus infini. Donc, on dit x est inférieur à y. On a x moins 3 est inférieur à y moins 3. Et on a fait que c'est l'inégalité où les hommes jugent. لي دو كوتي ديال لينيغاليتي زد لهم موان 3 على زد موان 3 لانه كاين عندي هنايا اكس موان 3 دونك انا كنحاول نجبد هاد ليكسبرسيون دونك هاد ليكسبرسيون غادي نبدا بعدا نحيد ناقص 3 ناقص 3 دونك هاني حيدت منهم بجوج ناقص 3 تبقى لينيغاليتي ديالي هي هذيك سيتادير غادي ندخل الغاسين لانه عندي الغاسين ديال اكس موان 3 اللي تانفيرور الغاسين ديال ايكغيك موان 3 وهنا عندي الحق ندخل الغاسين لانه بجوجهم بوزيتيف لانه اكس موان 3 اكس كبر من 3 لانه اكس ابارتين 3 بلس انفيني دونك سوبيريور على 3 الى حيدت منها 3 غيبقى سوبيريور على 0 حتى هذه غادي تبقى وحتى هاد ايكغيك ابارتين حتى هو 3 بلس انفيني دونك الى حيدت منه 3 غادي يبقى سوبيريور على 0 دونك بجوجهم بوزيتيف دونك عندي لو دغوا بلي انه ندخل عليهم الغاسين بجوج وما غادي يتغير حتى حاجه دونك حيتاش بجوجهم بوزيتيف هذه x-3 و y-3 بوزيتيف دونك وعندي هذا صغر هذا صغر من هذا دونك الغاسين ديال هذا غيكون صغر من الغاسين ديال هذا ومن بعد في نظركم شنو غادي ندير شنو هي العمليه اللي غادي ندير دونك شنو غادي ندير غادي نضرب في جوج لانه كاين عندي هنايا جوج
سيتادير الا ضربت في جوج ديال عندي جوج ديال الاعداد اللي هما بوزيتيف واحد صغر من الاخر، دونك الا ضربتهم في جوج بجوج بهم غادي يبقاوني لا ميم لوردر ديال هاد نيليغاليتي، يعني غادي يبقى يعني دو فوا لغاسين ديال اكس موان 3 غادي يبقى انفيريور ستريكتومون ا دو لغاسين ديال يكريك موان 3. ومن طبيعه الحال شنو هي الحاجه اللي غادي ندير، يعني خاصني نوصل هنايا لهاد ليكسبرسيون، دونك غادي نستعمل هادي اللي هي اكس اللي تانفيريور ستريكتومون ا يكريك، ونا هاد اكس اللي تانفيريور ستريكتومون ا يكريك ديجا انا حطيتها، هذا هو الشرط باش خديت هذاك اكس و يكريك، دونك هما هادو. وفقط باش نحصل على هاد ليكسبرسيون اللي هي اكس بلس 2 غاسين ديال اكس موان 3 غادي نجمع هاد الطرفين ديال المتفاوته، نجمعهم طرف بطرف، بمعنى غادي ندير هذا زائد هذا غادي يبقى نيت انفيريور ستريكتومون هذا بلوس هذا، دونك غادي ندير هنايا بحال لاسون، غادي نجمع هاد اكس مع 2 غاسين اكس موان 3، دونك هاد اكس بلوس 2 غاسين اكس موان 3 غادي يكون انفيريور ا ايكغيك بلوس 2 غاسين ديال ايكغيك موان 3. وشنو هي هاد اكس بلوس 2 غاسين ديال اكس موان 3؟ فقط هي اف دو اكس، دونك هادي هي اف دو اكس، وهاد ايكغيك بلوس 2 غاسين ديال ايكغيك موان 3 فقط هي اف دو ايكغيك، دونك هاني خديت واحد جوج ديال لي زاليمون اكس ايكغيك خديتهم من هاد لانترفال اللي هو 3 بلوس لانفيني، بحيث يكون اكس انفيريور ستريكتومون ايكغيك، ولقيت باللي انه لا فونك اف دو اكس اللي تانفيريور اف دو ايكغيك، وهذا هو لا ديفينيسيون ديال ستريكتومون كروسونت، دونك لا فونكسيون ديال اف ستريكتومون كروسونت سور دي دو اف اللي هو هذا اللي هو 3 بلوس لانفيني. دونك غادي ندوزو لا كيسيون 5. Donc, la question 5 qui a montré que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j à déterminer. Donc, f admet une fonction réciproque f moins 1. Donc, il y a déjà une chorote de la fonction admet une fonction réciproque. L'arabie est capable de l'axia f moins 1. On va f moins 1. On va f moins 1. Donc, il y a une juge de chorote. الى باقي كتذكرهم كاينين جوج ديال الشروط باش تكون عندي واحد لا فونكسيون ادمي اون فونكسيون ريسيبروك، اللي هما لا كونتينيتي وتكون ستريكتومون مونوتون. دونك عندنا دابري لا كيسيون 3 هادي في لا كيسيون 3 عندنا لا فونكسيون اف في كونتينيو سور 3 بلس انفيني، وفي هاد لا كيسيون اللي يلاه هضرنا اللي هي 4، دونك دابري لا كيسيون 4 عندنا لا فونكسيون اف ستريكتومون كروسونت سور 3 بلس انفيني. دونك هاد جوج شروط اللي محتاجين اللي هي لا كونتينيتي ديال اف على هذاك الانترفال 3 بلس انفيني، وتكون ستريكتومون كروسونت سافي دير ستريكتومون مونوتون سور واحد الانترفال 3 بلس انفيني. دونك عندي هاد لا فونكسيون اف كونتينيو سور 3 بلس انفيني، وعندي لا فونكسيون اف ستريكتومون كروسونت سور 3 بلس انفيني، دونك هاد جوج ديال لي كونديسيون كيعطيوني بلي انه دونك لا فونكسيون اف ادمي اون فونكسيون réciproque f moins 1 défini sur dit ma 4 qu'on définit à la j les rois f dit elle a dit que fâche 4 qu'on continue l'intervalle et l'image de l'intervalle fâche 4 qu'on continue 4 qu'on strictement monotone, donc les nabins belna roi 3 plus infini à valeur dans 3 plus infini ou 4 les images de là تيكونوا في هنايا تيكونوا في 3 بلس انفيني. دونك بالنسبه لنا هاد ليكزيرسيس غادي نلقاوهم بحال بحال، دونك غادي نحاولوا نفرقوا ما بيناتهم. دونك بقى لينا حنا بينا بلي انه لا فونكسيون اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك اف موانز 1، بقى لينا فقط نبينوا هاد جي شنو شحال كيساوي. قلنا لا فونكسيون اف ستريكتومون كروسونت سور 3 بلس انفيني، دونك عندنا لا فونكسيون ستريكتومون كروسونت سور 3 بلس انفيني، وعندنا كيفاش كنحسبوا ليماج ديال واحد لانترفال الا عرفنا باللي انه هذيك لا فونكسيون ستريكتومون كروسونت ولا ستريكتومون دي كروسونت. دونك بالنسبه لنا لا فونكسيون ديالنا اي ستريكتومون اف بالنسبه لنا اي ستريكتومون كروسونت، دونك فقط جي هي ليماج بار اف ديال 3 بلس انفيني. دونك بالنسبه لا فونكسيون اف ستريكتومون كروسونت، دونك تنديروا فقط ليماج ديال هذه، يعني اف ديال 3 ايغال اف ديال 3، وبالنسبه لهنايا كنديروا ليميت ديال اف دو اكس لوغس اكس طون فيغ بلوس انفيني، وفقط كنحسبوا ليماج ديال 3. الا حسبتي ليماج ديال 3 بلا فونكسيون بلا فونكسيون اف غادي تلقى ايكال 3، دونك الا حسبتيها لانه هي اكس لا اف دو اكس هي اكس هي اكس بلوس غاسين ديال اكس موان 3، دونك الا عوضتي اكس بموان 3 غادي تعطيك 3 بلوس
la racine ديال 3 2 fois la racine ديال 3 moins 3 اللي هي 0 وتطبق عليك 3. وبالنسبة لليميت ديال f دو x لوغ x تون فيغ بلوس لانفيني ديجا حسبناها جو بونس في لا كيستيون الثانية دونك ايكال ا بلوس لانفيني وهاني بينت حددت شنو هو هاد جي دونك هاد جي هو لانترفال 3 بلوس لانفيني دونك غادي ندوزو لا كيستيون 6. بالنسبة لا كيستيون 6 قالوا لينا فيريفي كو كيلكو سوا x ابارتين ا 3 بلوس لانفيني f دو x ايكال la racine de x moins 3 plus 1 tout au carré plus 2. Donc, bien bien, f de x égale à d. Donc, on a f de x, il y a x plus 2 racine de x moins 3, quel que soit x appartient à 3 plus infini. Donc, bien bien, on a l'expression, on vérifie, on a l'expression, donc, on a juste les expressions, on a vérifié, on a vérifié, on a أرانا ننطلق من الأولى ونبينها كتساوي الثانية، يعني أما ننطلق من هذه ونبينها راه كتساوي هذه، أو لا ننطلق من هذه ونبينها كتساوي هذه، وبالنسبة للاختيار ديالي كيكون على حساب هذيك اللي سهلة، هذيك على حساب اللي فيها الكالكول سهل، يعني بالنسبة لهنايا إلا انطلقت من هنايا يعني خاصني نجبد هاد أوكاري وخاصني نجبد هاد دو، دونك وين غادي نجبدها، دونك خاصني نفكر في أول حاجة غادي نديرها. اما الى انطلقت من هذه الاكسبريسيون اللي هنايا دونك تيبان هنايا الكالكول تيبان شويه سهل، علاش؟ لانه ديجا عندي هذا الكاري ديجا عندي واحد لي دونتيتي غوماركاب اللي هي اللي ممكن نشرها، ولا عندي هذه الاكسبريسيون اول حاجه غنفكر فيها هو نشرو، دونك باش نشر هاد الاكسبريسيون بالنسبه ليا كيبان سهل على اننا نردو هذه تكون هي هذه، دونك من الاحسن اننا ننطلقوا من هذه، دونك اون soit x appartient à 3 plus infini. Donc, on a la racine de x moins 3 plus 1 au carré plus 2. Donc, on a la racine de x moins 3 plus 1 au carré plus 2. لانه هذه هي اف دو اكس، دونك قالوا لنا نفيريفيو هاد ليغاليتي يعني هاد المتساويه، دونك سواء نبين هذه كتساوي هذه اللي هي هذه او لا العكس او لا هذه كتساوي هذه، دونك بالنسبه لنا حنا قلنا انطلقنا من هذه، دونك فقط غادي ننشر هذه دونتيتي ريماركابل اللي كتساوي هذه او كاري، دونك ايكال هاد لاغاسين اكس مون 3 او كاري بلس 2 فوا هاد لاغاسين ديال اكس مون 3 فوا 1 اللي هي هذه بلس هاد 1 او كاري ثم بلس 2 هي هاد الاخرانيه ما ننساهاش بلس 2 هنا كنسامبليفيو الكالكول بالنسبه لهاد الكاري غادي يحيد لنا هاد الغاسين دونك غادي تشيط لنا هي اكس موان 3 بلس 2 غاسين اكس موان 3 هنا فوا 1 غادي يبقى هو هذاك دونك بلس 1 كاري هي 1 بلس 2 هي هادي ثم غادي نسامبليفيو عندي هاد موان 3 وهنا عندي 1 بلس 2 اللي هي بلس 3 دونك غادي تعطينا 0 لان هذا 1 بلس 2 اللي هي 3 موان 3 غادي تعطينا 0 دونك غادي يشيط لنا هاد اكس اللي هو هذا بلس 2 غاسين اكس موان 3 وهادي هي هادي هي اف دو اكس دونك هادي هي اف دو اكس دونك كيلكو سوا اكس ابارتي 3 بلس انفيني اف دو اكس ايكال الغاسين ديال اكس موان 3 بلس 1 او كاري بلس 2. وهنايا كملنا السؤال 6 غادي ندوزو لا كيسيون 7 قال لنا ديتيرميني اف موانز ان اكس بور توت اكس دو جي قال لنا خاصنا نلقاو ليكسبرسيون ديال هذيك لا فونكسيون ريسيبروك اللي هي اف موانز ان اكس دونك غادي ناخدو واحد ليليمون سوا ايغريك ابارتيان ا جي اللي هي 3 بلس انفيني حيتاش حسبناها اللي هي ليماج ديال 3 بلس انفيني باغ لا فونكسيون اف دونك خدينا واحد ايغريك اللي كينتمي ليماج ديال واحد لانترفال باغ واحد لا فونكسيون دونك هادي كاين ديفينيسيون ديالها شنو هو المعنى ديالها فقط غادي نترجمو هادي الا خديتي واحد العنصر من ليماج ديال واحد لانترفال بواحد لا فونكسيون هادشي كيعني شنو كيعني الي اكزيستو موا واحد اكس في هذاك الانترفال بالنسبه لنا 3 بلس انفيني هاد 3 بلس انفيني كنقصدوا بها هادي لانه هنا عندنا 3 بلس انفيني وهنا عندنا 3 بلس انفيني دونك هنا عندنا 3 بلس انفيني هو الدومين دي ديفينيسيون ديال اف كنقصدوا به جي وهنا كنقصدوا به الدومين دي ديفينيسيون ديال اف دونك تناخذوا هذاك اكس من الدومين دي ديفينيسيون ديال اف لانه هنا خرجوا لنا بحال بحال دونك داكشي علاش حاولت انني نبين الفرق بيناتهم واخا هما بجوجهم 3 بلس لانفيني لانترفال 3 بلس انفيني دونك قلنا كناخدو اكس من دومين دو ديفينيسيون ديال اف اللي هو 3 بلس لانفيني تلك بحيث اف دو اكس ايكال ا ايكغيك بحيث ليماج ديال هذاك اكس هو ايكغيك هذا هو البروسيدور اللي كنديرو باش نلقاو
l'expression ديال f moins 1 دونك تناخذوا واحد y من ليماج ديال هذاك الانترفال علاش كتكون f مديفينيا بار لا فونكسيون f دونك il existe au moins وكنترجموا هذا الشيء اللي هو il existe au moins واحد x appartient à 3 plus infini tel que f de x égale à y ومن بعد كنديروا الكالكول دونك هاد f de x بالنسبه ليا راه عندي ليكسبرسيون ديالها دونك شنو هي كنقلب على هاد f موانز ان ديال x لان f موانز ان ديال x الى دخلت f موانز ان هنا ودخلت f موانز ان هنا f موانز ان ديال f ديال x غادي تعطينا x دونك x ايتيغال f موانز ان ديال y دونك بالنسبه لنا هنايا يعني كنقلبوا على ليكسبرسيون ديال f موانز ان لي x بمعنى خصني نكتب هاد x اون فونكسيون دو y دونك اول حاجه غادي نترجم هاد f دو x بهذيك ليكسبرسيون اللي عندي دونك سيتادير هاد f دو x هي الراسين ديال x موان 3 بلس 1 كاري بلس 2 ايكال y وهنا كتلاحظوا باللي انه ليكسبرسيون ديال f دو x استعملت هذيك الثانيه ما استعملش هذيك الاولى لانه في لا كيسيون 6 عطاونا باللي انه f دو x ايكال هاد ليكسبرسيون علاش لان علاش عطاونا هذيك لا كيسيون 6 هذيك لا كيسيون 6 عطاوها لينا باش يبسطوا باش يسهل علينا الحساب هنايا فاش غادي نقلبوا على ليكسبرسيون ديال f موانز ان لي x دونك بالنسبه لينا حنايا استعملنا ليكسبرسيون الثانيه اللي عطاونا هما اللي هي الراسين ديال x موان 3 بلس 1 كاري بلس 2 لانه غادي يسهل فيها الحساب داكشي اصلا علاش حاطين هذيك لا كيسيون 6 دونك دابا شنو غادي ندير دونك شنو كندير دابا كنقلب نكتب x اون فونكسيون دو y دونك اول حاجه هي غادي نجيب هاد جوج لهنايا دونك سي تادير الراسين ديال اكس موان 3 بلس 1 كاري ايغال ا ايغريك موان 2 2 الا جبتها لهنايا او الا زدت موان 2 موان 2 غادي تعطينا ايغريك موان 2 ومن بعد هنايا خاصني نحيد هاد الكاري يعني كنقلب نخرج هذاك اكس بشحال كيساوي اون فونكسيون دو ايغاي دونك هنايا غادي ندخل الغاسين على هاد جوج دونك الا دخلت الغاسين عليهم بجوج غادي يعطينا الغاسين ديال اكس موان 3 بلس 1 سواء تيساوي هذا او لا كيساوي موان الغاسين ايغريك موان 2 دونك بالنسبه ليا وحده في هادو اللي غادي تكون صحيحه يا اما كيساوي هذا ولا كيساوي هذا دونك غادي نشوف منين خديت اي نبداو ب اي ولا باكس دونك بويسكو كلكو سوا اي غريك ابارتيان 3 بلس لانفيني هنايا الا كان الا بديت ب اي الا كان اي غريك ابارتيان 3 بلس لانفيني عندي اي غريك سوبيريور ا 3 دونك غادي ندير شويه ديال الكالكول هنايا في الوسخ دونك y سوبيريور ا 3 دونك الى نقصت منه 2 غادي يولي y موان 2 سوبيريور او ايغال ا 1 لان الى نقصت 3 ملي نقصت منها 2 غادي تعطيني 1 ثم غادي ندخل عليهم الغاسين دونك هذا بوزيتيف دونك الغاسين ديال 1 هي 1 والغاسين ديال y موان 2 هي الغاسين ديال y موان 2 هي هذه دونك عندي الغاسين ديال y موان 2 سوبيريور ايغال ا 1 دابا غادي نضربوها في موان في موانز 1 دونك الا ضربت هنا في موانز 1 غادي تقلب هاد المتفاوته او لا غادي تقلب هاد الاوردر ديال هاد المتفاوته دونك هنا عندنا الموان الغاسين ديال y موان 2 اللي تانفيريور ايغال موانز 1 دونك هي هادي دونك بالنسبه ليا هادي راه هاد ليكسبرسيون اللي هي موان غاسين ديال y موان 2 توجور اللي تانفيريور ا موانز 1 دابا نشوفو هادي دونك الا خديت سوا x ابارتيان 3 بلس انفيني دونك غادي تكون عندي x سوبيريور ا 3 لانه x ابارتيان ا 3 بلس انفيني لانه x هنايا قلنا x ابارتيان ا 3 بلس لانفيني دونك الى نقصت منه 3 دونك غادي تكون لي x موان 3 سوبيريور ايغال ا 0 والا درت ليها الغاسين غتولي الغاسين ديال x موان 3 سوبيريور ايغال ا 0 ثم شنو غادي نديرو ثم غادي نزيدو ليها 1 الى زدت ليها 1 دونك الغاسين ديال x موان 3 بلس 1 غادي يكون سوبيريور ايغال ا 1 دونك عندي هنايا موان غاسين ديال y موان 2 اللي تانفيغور ا موان 1 اللي هي هادي وعندي في الثانيه هاد الغاسين ديال x موان 3 بلس 1 سوبيريور ا 1 دونك كنشوف بلي ان هاد ليكسبرسيون صغر او يساوي ناقص 1 وهادي كبر او يساوي 1 دونك هادي ما يمكنش تكون هادي ما يمكنش يكونوا متساويين لان هذا صغر او يساوي ناقص 1 وهذا كبر او يساوي 1 دونك ما يمكنش هاد الجوج يكونوا متساويين دونك هاد لا غاسين ديال x موان 3 بلس 1 اي ديفيرون دو موان غاسين ديال y موان 2 دونك ميمكنش هادي تكون هاد المتساويه ميمكنش تكون عندي لانه هذا كبر او يساوي 1 وهذا صغر او يساوي ناقص 1 دونك ميمكنش جوج الاعداد واحد كاين على يعني على اليمين ديال واحد وواحد كاين على اليسار ديال ناقص 1 ويكونوا متساويين دونك هادو غيكونوا مختلفين دونك كتبقى ليا هاد المتساويه
Donc, la racine de x moins 3 plus 1 égale à la racine de y moins 2. Donc, il y a هذه. Ou, on va continuer le calcul. Donc, je vais vous dire que c'est le 1 là. Donc, c'est-à-dire la racine de x moins 3 égale la racine de y moins 2. Ou, on va dire que c'est le moins 1. Ou, on va dire que la racine. Donc, on va dire le carré. Donc, je vais vous dire que c'est le carré. Donc, le carré de l'hada. Qui est le carré de l'hada. On va dire que او كاري غادي يحيد لي هاد الغاسين كاري دونك غادي تبقى ليا اكس موان 3 ايكال الغاسين ديال ايكغ موان 2 موان 1 او كاري ومن بعد غادي نجيب هاد موان 3 ملي غنجيبها هنا تولي بلس 3 سيتادير ان اكس كتساوي الغاسين ديال ايكغ موان 3 موان 1 او كاري بلس 3 دونك هادي هي ليكسبرسيون ديال اف موان 1 ديال اكس بالنسبه ليا et par suite, f moins 1 de x, il y a la racine de x moins 2 moins 1 au carré. On a 37 plus 3. Donc, on a 0 plus 3. On a 37 plus 3 pour tout x de 3 plus infini. Donc, on a 37 plus 3. Donc, c'est qu'on a plus 3. On a 0 plus 3. Il est là, on a fait la fin de la vidéo. On a fait 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 la vidéo.